تابعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من خلال نوابها أعضاء مجلس النواب عرضا خاصا بالأكاديمية الوطنية للتدريب قدمته الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية أثناء اجتماعها مع أعضاء اللجنة التشريعية والدستورية، والذي تضمن تقريرا بإنجازاتها حظي بإشادة بالغة من الحضور ونواب التنسيقية الذين أثنوا خلال مداخلاتهم على ما جاء بهذا العرض من خطة واضحة لرؤية طموحة بالأكاديمية واستشراف المستقبل بثروة مصر البشرية. أعلنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اعتزامها تقديم مشروع قانون للأكاديمية الوطنية للتدريب خلال الأيام المقبلة لدعم جهودها المبذولة في تطوير العنصر البشري في مختلف المؤسسات كإحدى ركائز التنمية التي تشهدها مصر حالياً بقيادة الرئيس السيسي. أعربت التنسيقية عن تقديرها لجهود الأكاديمية الوطنية للتدريب في النهوض بأبناء مصر ومؤسساتها، مشيدة بدور خريجيها من شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب وتأهيل التنفيذيين للقيادة.